لا مكانك ريمبو. لا 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 لا، عايز ادب بينكم وبين بعض، ادب مش عايز زوم. لا جود بوي، استنى جود بوي. كل حاجه هتعملها مع الكلب وهو كبير كررها كتير وهو صغير. خليك متحركش، استنى. ما شاء الله. السلام عليكم اخوتي الكرام، احبائي، اخوكم محمود عاطف خلف الكاميرا امام الكاميرا. كوبر ما شاء الله عليه. لو تاخدوا بالكم لمين السجاجيد اللي في البيت، وكوبر قاعد وسطنا لمين السجاجيد عشان نسهل عليه عملية تعليم الحمام، ان هو يتعلم من الحمام في الشارع بس. فنفس الفكرة لو انتوا معيشين كلب في البيت جديد، فبتشيلوا اي حاجة تمتص البلل وتخلوا الكلب يخرج بمواعيد منظمة، الشارع او المكان المخصص للحمام. يلا تعال يلا. تنزلش، استنى. اوي كان لسه بريمبو هنا، مش عارف راح فين. عموما ده من حسن حظك عشان بريمبو خلقه ضيق. استنى خليك فوق. لا خليك، استنى استنى جود بوي، استنى. جود بوي. كل حاجة هتعملها مع الكلب وهو كبير كررها كتير وهو صغير. استنى، هو صغير هيفكر يكسر الكلام، يفكر يعمل مش عارف ايه، بس مع الوقت خلاص هتلاقيه فاهم طباعك وفاهم تصرفاتك اليومية. ودي حاجات بس لتحديد القيادة، يعني لازم احدد للكلب ان انا قائد عليه على مدار اليوم من غير عنف او ضرب او كسر شخصية، لمجرد بس لمجرد ان انا بديله بس تعليمات في الوقت المناسب وهو بينفذها بشكل سليم، ولو كسرها بفرضها عليه تاني وبعد كده اديله الريليس بتاعه. كوبو يا كوبر ما شاء الله. متتحركش خليك فوق. ازيك يا باشمهندس؟ شوف عنوان فاتحه كده شويه. زي ما انتم شايفين جار لينا معدي، فهو نفسه ينزل يسلم عليه او يلعب معاه، ولكن رغم كده تماسك وفضل ماسك نفسه. ممكن بكره او بعده اخلي حد يقف هنا ويناديله ويقول له يلا، والكلب يفضل ماسك نفسه برضه ما يتحركش. طيب كوبر يلا تعالى. اوي يلا شاطر تعالى، استنى كيو بوي، استنى شاطر يلا تعالى. حدود بس في كل حركات من غير بواخه برضه، يعني مش لازم اقول له استنى واقعد واقدره. يلا اعمل حمام. وهنا اقدر اختار الكلمه اللي انا عايزها لانها هكررها في كل موقف مشابه، فسهل جدا يحفظها خلال اسابيع او ايام او شهور، المهم ان هو هيحفظها في الاخر. كوبو يا كوبر شاطر. كوبر ايه؟ بص كمل انت، اعمل حمام هناك، روح اعمل حمام وانا هقف اتكلم مع واحد صاحبي هنا شوية. بس انا هقف كده عشان لو شافني بتحرك فهيرجع لي. انا وقفت بس لغاية لما يعني الكلاب في حمام الستول او البراز بتحب تاخد ابعد مكان تقدر عليه عشان تعمل فيه.
يعني يفضل ان هو يبعد على قد ما يقدر ويعمل ويرجع، محبش ابدا يعمل جنب المكان اللي بيتمشى او بيلعب فيه. بصوا راح فين، ما يخلص بقى واكمل تصوير. دي لحظة مهمة اللي احنا فيها دي دلوقتي، يعني ما كانتش متصورة بس انا قلت اصورها لكم بسرعة. كوبر كان في الشارع بنادي عليه، فافتكر ان الراجل اللي ماشي هناك ده هو انا، فمشي وراه، فبعدها ناديت بصوت اعلى فرجع طلع فوق هنا، وكان هيهرب على فوق خالص، وبعد كده قدر نفسه وقعد وهو حاسس ان هو هيتعاقب، فانا جيت اناديله دلوقتي مرضاش يجيلي، عشان كده سكت تماما بتكلم معاكم انتوا، هوجه له دلوقتي كمان. كوبر تعالى، شايفين قلقان ازاي؟ كوبر تعالى خد. فاحنا شغالين معاه برضو، ابصوا نزل دماغه ازاي، متوقع يتضرب. ماشي يا خالد حبيبي، فالكلب متوقع يتضرب، فاحنا ان شاء الله شغالين علاج سلوك اهو، بصوا، بحيث ان هو يبقى كلب طبيعي. جود بوي، يعرف ان احنا مش هنأذيه ولا نضربه، فابدا اعلمه بشكل سليم، لان طول ما الكلب عنده مشكله سلوكيه او مشكله نفسيه متضرر بسبب تعامل انسان خاطئ في يوم من الايام، ما اعتقدش ان صاحبه عمل كده، لان صاحبه مربيه في بيته ووسط اولاده وهو الراجل اكد لي كذا مره ان هو ما عنفش الكلب ده ولا مره. كوبر يلا تعال، ما خالد بقى اتحرك وسابنا خلاص. يلا كوبر يلا تعال، يلا كوبر يلا تعال، يلا خد كوبر، خد تعال كوبر، يلا يلا. فدي لحظة من لحظات اهو ان هو مش عايز يسمع الكلام، او ان هو معترض او قلقان من حاجة، فدي اللحظات ان شاء الله لما اعالجها هتفرق معاكم ومع كلابكم باذن الله. يلا تعال كوبر، يلا يلا همشي من اتجاه تاني غير اللي هو قلق منه. كوبر استنى استنى، تعال 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 تعال، بس عايزكم تشوفوا اللغة التوتر الجسدية. كوبر تعال، يلا انت بتطمن لما بنطلع هنا، وهروح نزل من هنا. يلا تعال يلا كوبر، يلا تعال يلا كوبر، يلا يلا تعال يلا كوبر، كوبر يلا يلا كوبوي كوبر، يلا تعال يلا. وبجري عشان هو كمان يجري. كوبوي ما شاء الله، فهنا انا خليته يفك بنسبة معينة. بصوا فكر يقعد عشان قلق مني. كبو يا كوبر، طلع الباب بس التاني اللي فتح. مش مستحملة. كوبر تعال تعال تعال، خد خد، لا 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 لا، استنى استنى كوبوي. هنا بدأت ادي اوامر واقول له لا استنى، عشان مش عايز اعيد السيناريو ده من اوله تاني. كوبر يلا، عملت نفسي بجري. كوبر يلا يلا كوبوي كوبوي كوبر، يلا تعال استنى استنى كوبوي، استنى يا كوبر، يلا تعال اركب اركب، لا 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 لا، مفيش هروب خلاص. كوبر تعال يلا 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 تعال. خد 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 خد، استنى لا كوبر تعال هنا،
هنا فكده كوبر عنده مشكلة مع ركوب العربية، فأنا هعمل ايه؟ هنضطر نستعمل مكافآت، ظهور بومبو، وطبعا لما بومبو يظهر يبقى بريمبو هيظهر، يعني هما الاتنين بقوا خلاص هما أفراد القطيع الوحيد دلوقتي. ولولا طبعا، بس لولا حاليا في مرحلة تحضين للجراوي، لسه عمرهم أقل من 15 يوم يعني. ادي بومبو اهو وبريمبو. أنا سايب العربية مفتوحة، ها؟ ركزوا معايا. تعالى نخش نشوف في أكل إيه ممكن أجيب لك منه مكافآت. يلا مالكش نصيب، تعالى. انزل. ريمبو صباح الخير، ازيك ريمبو؟ ازيك بومبو؟ ايه بس انا معايا كلب. لا ما تجوش، لا ما تطلعش، لا كوبر، لا كوبر، لا لا كوبر، استنى لا بريمبو، لا ستي مكانك، ما تحركش، لا مكانك، لا مكانك، خلاص لا مكانك بريمبو، لا ستي انت، تعال شمره، ايه ده مش قلت اقعد صح؟ لا مكانك لا عايز ادب بينكم وبين بعض، ادب مش عايز زوم، لا كيب بوينتس، لا ستي مكانك ما تحركش. مكانك يا كوبر، عشان هم دلوقتي مش في وضع يسمح ان هم يضموك للقطيع لسه. بص قافش عليك ازاي، انت بتتوب قدام الكاميرا. ستي يا كوبر، كوبر تعال يلا، بس خليته يسيبهم ويجي بالطريقه ان انا ابعد عنه. يلا 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 كوبر يلا، بص شايف التاني عامل ازاي، هو بومبو محترم، هو اخره يحذر الكلب بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي عشان يعرفوا ان هو مش عايز يلعب، ولكن بريمبو هيعض على طول، عشان كده انا كنت حريص لما بريمبو كان في الصوره، ولكن بومبو ما فرقش معايا الموضوع. يلا تعال تعال كوبر يلا، جود بوي، لا ها انت شكلك عايزه تتعرفي عليه، دي حركات لعب. برضه مش شفت هما مش انت، لا اهم حاجه انت، لا عرفت ان انا في الاخر انا اللي هحميك. تعال كوبر تعال تعال كوبر تعال، خد كوبر يلا تعال، لا تعال كوبر يلا. طيب يا جماعة هأجل الحصة بتاعت ركوب العربية، يكون معايا المكافآت المناسبة واشتغلها، وما يكونش فيه الكلاب دي والإغراء أو المشتتات أو الحاجة اللي تخوفه أو تخليه مش عارف يركز معايا فيفهم فكرة اللي أنا بعمله. عشان كده أنا اكتفي باللي تقدم، عمل حمامه، لعب شوية،
فهم ان الكلاب مش سهل يتودد ليها ويتعرف عليها، مش كلهم حابين ده، يعني هو نفسه في ده بس هما مش مكتفيين ببعض يعني. فروحوا البيت تاني، والحلقة الجاية معاه ان شاء الله حاول ان هي تكون تعليمه ركوب العربية بإذن الله. بس الكلب اللي بتشم جوه العربية يعني، هو حتى ما قربش زيها كده، عارفين هو لو كان قرب زيها كده كنت انا هقف وراه مش هديله اي مساحة يمشي غير لقدام ان هو يعرف يركب العربية، انها مش عارف يرجع لورا تاني، انما هو ما ادانيش حتى الفرصة دي. احنا هنأجل ان شاء الله الحصة التعليمية دي. يلا يا كوبر يلا على البيت، اطلع فوق، يلا اطلع فوق، روح البيت، يلا يلا روح البيت، شاطر يو بوي، البيت فوق فوق، اطلع 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 يو بوي. حاول افهمه بقى كلمات مختلفة تماما عن اللي كان عارفها مع صح. شكرا متابعتكم الحلقة الاخر، خش البيت يا كوبر. طبعا انت عملت حمام في الشارع ها؟ لا ايوه اقعد براحتك، حضتني قلت هيعمل. يلا شكرا متابعتكم الحلقة الاخر، وتنويه بسيط للناس اللي بتابع حلقاتنا للاخر، ف انا كل يوم اخلي عندي 2 موظفين شباب صغيرة في السن يطلعوا ينظفوا الشارع كله، وتاني يوم تلاقوا المهزلة دي، بقيت شارع الهضبة ما اقدرش انظفها، مش سهل على ساكن واحد يعمل كل ده. فجراني لو حابين يعملوا مبادرة او حاجة فانا هكون مرحب بيها وهدعمها ان شاء الله، ونعملها وننظف احنا الهضبة بما ان الحي متخاذل عن تنظيف الهضبة الوسطى.